على الله تعالى، هو الذي خلقكم من نفس واحدة، نفس الواحدة آدم عليه الصلاة والسلام، وجعل منها زوجها أي حواء، خلقت من ضلع آدم عليه الصلاة والسلام، ليسكن إليها أي سكون مودة ورحمة وسكون للشهوة، فالشهوة لا تنقطع إلا بما أحل الله سبحانه وتعالى. فلما تغشاها، هنا كناية عما يستقبح ذكره، ولن تجد في كتاب ولا سنة ذكر ما يستقبح ذكره. واستدل بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد على من يأتي بالقصص والمواعظ ببعض الألفاظ التي لم ترد في كتاب وسنة، ويذكر ما يستقبح ذكره، ويثير بهذا الشهوة عند المستمع، ولا يجد هذا المستمع في أن يطفئ هذه الشهوة إلا في محرم، نسأل العافية والسلامة. ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، أي في أول الحمل في الأشهر الأولى، فمرت به من غير إعياء ولا تعب. فلما أثقلت، أي في آخر الحمل، دعوا الله ربهما، جمع بين الربوبية والألوهية، لأن الدعاء لابد أن يجمع الداعي فيه بين توحيد الربوبية والألوهية. دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا، صالحا في الخلقة، صالحا في الخلق، لنكونن من الشاكرين. هذا كالنذر. والإنسان في الغالب يتمنى ويقول: يا رب لو تصنع لي كذا أصنع وأصنع وأصنع. دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، حصل المطلوب هنا. فلما آتاهما صالحا، ماذا كان؟ جعل له شركاء فيما آتاهما، أي أنهم قدموا محبة الولد على محبة الله. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أو أنهم أضافوا سلامة المولود إلى الأطباء، وهذا كذلك من الشرك الأصغر. أو جعل له شركاء، أي أنهم قالوا أن الذي أتى بهذا الولد هو الولي الفلاني، وهذا هو الشرك الأكبر. فتعالى إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، تنزه وتعاظم ونثبت العلو لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به، علو في الذات وعلو في الصفات. فتعالى الله عما يشركون بالجمع، ولم يثبت في أن هذه القصة تثبت في أي نبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لا يمكن أن يقعوا في الشرك، سواء كان أكبر أو أصغر، والله أعلم.